عليكم بنات، معكم فاتي المجوهرات فاتي. اليوم غادي نقترح عليكم باك دماغياج واعره رائعه، شي حاجه اللي ما يمكنش، كبير الديزاين ديالو، نوريه لكم عن قرب. فكيف ما كتشوفوا لا باك دماغياج كتجي بحال هكا، فريمون فريمون ديزاين ديال هاد لا باك دماغياج شي حاجه اللي فريمون زوينه. انا بعدا عجبني بزاف، واخا ما كيعجبونيش لي باك دماغياج الكبار، هذا عجبني بزاف. كتجي عنده هاد التويشيه هادي اللي هنايا، كتجي هكا بومبي كيف ما كتشوفوا، جو بونس باينه كتجي هكا بومبي. هاد البومبي ديالها كيعطيه واحد الحلاوه رائعه. من هنا عاوتاني عاود هاد البنانه هادي اللي دايزه هكا سامبل، حتى هي كتجي بومبي كيف ما كتشوفوا. سوليتير ديالو كيجي بحال هكا على شكل مارغوريت، غزاله يعني تقدري تلبسيها بوحديتها كيف ما كتشوفي فوالا. فبالنسبه لاليونس الغولد ديالها تيجي على هاد الشكل هذا، ماشي شي حاجه اللي غليظه بزاف عاود، مي كتجي حتى هي صحيحه كيف ما كتشوفوا، كتجي بحال هكا من اللور لاباك من الداخل بلوتو. الصح ديالها بلا ما نتذكروا عليه، المهم نحاول نشد فوالا صحيحه. بالنسبه للبسه ديالها فهي كتجي ويتك ويتك ويتك، كتجي رائعة، كتجي فريمون زويونه. لا باك دو مارياج كتجي معمره اليد يعني بمعنى الكلمه، وكتجي انيقه وزوينه وشي حاجه ما نتذكروش. كنتمنى البنات ان هاد لا باك دو مارياج تنال الاعجاب ديالكم، ومع مجوهرات فاتين دايبي حتى لعندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا، وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.